المساحه المسمه لتاريخ الكلام هي 5 مشتلة تحسين السلالة، العمر الأول 40 رأس. عسني لا لا ورعيت يا حبيبي. هذا كل شيء إنتاج وطني. الحمد لله اليوم إذا كان قيم حملة الحرث والبذر رانا تقريبا 70% تم التحقيق تاعها، من بين يعني الهدف اللي سطرناه هو هدف جد قوي و 3 ملايين نقطة لهذا السنة، رغم يعني تأخر في الأمطار ولكن استدركنا الوضعية، واليوم نحسب رانا تقريبا 70% تم الحرث وزرعها. زيادة بما يخص البقول الجافة أيضا فيها برنامج جد هام، هو باش العام نزرع 150 ألف قطار، ولهذا يكون عنده نفس التسهيلات ونفس المرافقة اللي درنا القمح أو الشعير أو الفرينة. زيادة ذات هذا الخرجة سمعتها باه نقيم مدى تنفيذ برنامج الصحة الحيوانية، حيث سجلنا الحمى القلاعية مع الأسف، ولكن كعمل وقائي واستباقي قمنا يعني بالتلقيح يعني بسرعة. اليوم رانا أكثر من 70% من يعني الحيوانات اللي كان معنية بهذه تم تلقيحها، وراح نستمر في العملية اللي كي نضمن أولا يعني التغطية المناعية لهذه الثروة، وأيضا بأن نفتح الأسواق من جديد.